إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم مساء الخير بإطلالتها وابتسامتها بنظاراتها السوداء الكبيرة وعباءتها الشرقية تتربع سلطانة في المشهد التشكيلي اللبناني شخصية استثنائية مستقلة متحررة وذات نزوات فنية بلا حدود تعشق الحياة تتمتع بكل لحظة منها ولا تحب تضيع الوقت وهي تقول اليوم هو ابن البارحة وأبو الغد عندما سألها أحفادها عن عمرها أجابت 1000 عام لبنان اللبناني هو أغلى ما ورثته من والدها بطل الاستقلال بشار الخوري علمتها الوالدة لورشيحة أن لا شيء مستحيل أمام المرأة المصممة التي تتمتع بإرادة قوية حياتها أشبه بمفكرة دونت عليها أهم الأوقات والأكثر تأثيراً عليها الليلة سوف ندخل إلى أغوار هذه الحياة التي تنوعت بين بيروت، باريس، نيويورك ولوس أنجلوس يجد كلام مساء الخير مساء الخير بيسعدني أني ألتقي فيك وأني حاورك للمرة الأولى يجد كلام حرة بكل ما يحلو لها هل لهذه الحرية حدود؟ ما كانت حدود حريتي وقت مس بحرية غيري إذا بدي أدعس على إجر حدا حريتي بتوقف على هالحدود أنت بتقولي يعني أنه لا أعير أهمية أو أفكر بنظرة الآخرين ولو فكرت بنظرة الآخرين ما كنت عملت شيء هل الانطباع يلي الليلة المشاهدين رح يكونوه عن إيجاد كلام بهمك أما بهمك أبدا ما كنت بهمني بحس أولا ضيفتك ما بدي أسوي فجتك مثل ما قلت لك بس سمعت كل شيء قالوا عني يعني الأوريجينال وما بعرف شو وبدك تعملي هيك رح تضربي على الفنانين يعني كان كتير صعب بس قررت ما أسمع سمعت بلا ما أسمع معناتها أنه مع أنه بحترم رأي كل شخص وقلن حق برأيهم وبالانتقاد وبكل شيء بس ما حدا أثر لي على حياتي وعلى فكري بهالطريقة حتى أهلي وقتا كان بدي أنعهم دايما أنه هني كانوا بدهم الاستقلال من أنا وصغيرة ربيت بفكرة الاستقلال وبدي أنعهم أنه الاستقلال كمان شخصي وأنه أنا كان بدي أكون مستقلة وكان عمري 13 سنة وكان صعب مشان أهل محبين يتسمعوا على حديث حرية من قبل بنتهم وكنت كتير عنيدة بس ما عمري عكستهم بعنف أو يعني أخذت وقتي تقنعهم إنه اللي بدي إياه رح بيصير بس أخذت وقتي ونطرت مشان كل شيء وهني بالمقابل كيف صغيوا لألك؟ كيف استمعوا لألك؟ هل عكسوكي؟ جربوا ما كان جربوا جربوا بطرق ما كان جربوا ما كان بدهم الأشياء اللي أنا بدي إياها شو كان بدك؟ ها شو كان بدي؟ كان بدي اشياء محدودة كان بدي كان عمري كنت صغيرة كتير وقت قررت انه بدي بول كانون كان صعب كتير يعني صعب كتير الواحد يطاله بول كانون بين قوسين هو زوجك زوجي بي ولادي وكان شاب حلو وكل البنات كانوا وراه ومغرومين فيه وأهلي كان مشغول بالهم على بنتهم معهم يعني مش بس هيك كان عائلته كانت بالمعارضة وبيي كان بالاستقلال يعني وكان في جاب كبير كان في هو طبعا هو أول شيء من عائلة فرنسية نص فرنسية بس نص لبناني كان معارض لبيي كان جورج نقاش كان حبه كتير جورج نقاش وبعدين صالحوا مع بيي بس أنا وصغيرة كان جورج نقاش صورة جهنم يعني بعدين صالحوا والحياة عملت أنه صالحتهم بس لكن المفارقة أيضاً أنه ابنة صانع الاستقلال
من الانتداب الفرنسي اقترنت أو تزوجت من رجل فرنسي. من رجل فرنسي، ويمكن الرجل الفرنسي اللي دخل بحياتي هيك نظرياً، يعني شفته لدغري ما كنت أعرفه، شفته وقررت إنه ها هيدا ما بشي وبدي إياه. كان 12 سنة وقتها. 12 سنة وكان عمره هو 17 وكان بلش حياته. وأنا بعد كنت ولد وكنت كتير مشبشلة وكتير تومبوي وناصحة، وهو كان بده توب موديل، كان حياته يحلم بتوب موديل. أغريتيه؟ وقع بشباكك؟ وقع بشباكي، وقع بشباكي حرام. حرام، بعتقد إنه ما كان عارف شو ناطره. ركو حال طبعا، بس حبيته. بول كالون والزواج والعائلة والأولاد راح نحكي عنهم بالقسم الثاني أو الثالث من حديثنا ليلي. بدي بقى شوي بالسؤال اللي سبق وسألته وطرحته عليك، شو كان بدك أنت؟ قلتي لي كان بدي بول كالون. لا، كان بدي أكثر من بول كالون، كان بدي كون صديقة مع حالي. كان مهم كتير مشاني إنه ما إنه تكون صديقة مع حالي. متصالح مع نفسك؟ ما عمري اتخنقت مع نفسي، ما عمري عملت شيء. بس بس وقتها يعني كنت أنت ببداية المراهقة، عمرك 12 سنة 13 سنة، وقتها الإنسان بيفتش عن نفسه حتى يكتشف نفسه. لا، ومن الصعب إنه يتصالح مع نفسه بهذا العمر. نفسي فرض حاله علي، ما عملت شيء، ما عملت شيء. كنت عارفة كل شيء اللي ما بدي إياه، كنت أهين بكتير وعم تعرف كل شيء اللي ما بدك إياه. وكان أهلي تأثيرهم كبير علي، يعني بكم جملة، بكم بتذكر طلبت من بيي سؤال، سألته سؤال، كنا بجنينة علي وكان لابس برنيطه وحامل قضيب وكان عم بيشوف الجنينة، وطلعت فيه كان عمري 7 سنين ومعي جدولتين وكان مشغول كتير كل الوقت. بس قلت له سألته إذا واحد بده شيء بالحياة تعتقد إنه بيقدر يحصل عليه؟ وبعدين إجا حدا حكي مع بي، معناتها إنه انقطع الحديث. أنا قلت راحت علي، ما في جواب، خلص من جوابه بي، وطلع فيي وفكر بجوابه وقال لي شو في جد؟ إذا الواحد بيعرف اللي بده إياه وبيحدد الهدف وما بيفكر بغير شيء، يعني لازم أولاً يكون نيته قوية كتير وإرادته قوية كتير ويكون معتمد يوصل لهدفه. إذا الحياة بتخلي له وقت يمكن يوصل على اللي بده إياه. بإحدى المقابلات قلتي واعترفتي عن طفولتك إنك ما تمتعتي بحياة عائلية غنية، ولكن تمتعتي بحياة سعيدة. اليوم وقت تنظري إلى حياتك، هل بتشوفي لحظات السعادة كانت أكبر من لحظات التعاسة؟ شوف، بعتقد إنه السعادة أولاً الواحد نيالي خلقت سعيدة، خلقت سعيدة وهي ورثة من أهلي. ومأكد في أشياء زعلوني بحياتي يعني زعلت وكان أشياء تعيسة، بس التعاسة إجت من الخارج مش من عائلتي. يعني وقت نشوف حالة الدنيا، أنا وصغيرة بتذكر إنه أول مرة رحت شفت معمل في لي دو كوتون قطن، رجعت كان عمري يمكن 14 سنة، رجعت على البيت كنت جاني جنوني، قلت لهم مش معقول في ولاد أقل من 14 سنة عم بيشتغلوا، في نسوان وما في فلتر، كل النسوان عم بيصفوا ببحنس مرض بالدي. وغيرت اشياء هيك، بحس كنت اتعذب شوف الاشياء اللي مش مزبوطه.
وحس حالي دايما مسؤوله على كل شيء اللي مش مزبوط. ما عمري حسيت بس يأس من داخل عائلتي يعني بعلاقتي مع اهلي. حربت وحربتهم كتير كتير، ما كنت هيني ابدا، بس كنت مهذبه بطريقه يعني. كنت سائرة بحضارة يعني، جربت شارع على كل شيء، ما مرق شيء، ما كان هين. العلاقة معي ما كانت هينة، بس دايما قلن لأهلي شو تفضلوا حدا يكون his master's voice يعني لكم ايه على كل شيء. ما بعتقد انه هيدا بتفضلوه، بتستاهلوا احسن. وجد كلام عم نحكي عن الاستقلال، فجر الاستقلال 22 شين تاني من العام 43، كيف بتتذكري؟ ايه بتذكر ومعكد. كانوا بعدهم يتركوا لي ضو بالدار، بحس كنت خاف من العتم وكنت خايفة دايما نام بالعتم، فكان الباب الوحيد المفتوح على الدار الكبير. ووقت اجوا توقفوا بيي دخلوا عقودتي اول شيء، وكنت نايمة وشفت فرع من الجيش اللي فات على قوتي، منهم سنغالية منهم، وفي بايونات خزقت لي موسيقتي، وواحد ضابط حط بارابيلوم على وجهي وقال لي وي فوتر بير. ما خفت، كنت خاف من مخيلتي أكثر من ما خفت من بشر مسلحين. شي غريب، جبروني ضلوا بالفرشة، راحوا وسمعت كل حاربوا يعني، جربوا يفوتوا وحصلوا، بتعرفوا القصة بعدين. بس هنا ذاكرتي. رح نتلقى لحظات مع الإعلان، نرجع منتابع هذا الحديث. مطر عليك أسئلة عديدة. أصدقائي المشاهدين، إيجاد كلام هي ضيفة هذه الحلقة من وراء الوجوه، خليكم معنا. عودة إلى إيجاد كلام، ضيفة وراء الوجوه في هذه الأمسية. بنرجع شوي إلى القنطاري ونرجع إلى زاء البلاط. طبعا فترة المراهقة والطفولة والصبا مشهد بحد ذاته. أنت فنانة بترسمي بالمخيلة وبترسمي بريشتك وبأناملك، كيف بتصوري لنا هذا المشهد؟ رح بقلك بالأول أنا ما فكرت إنه عندي مخيلة، ما كنت أعرف إنه اللي عندي هو فقط مخيلة يعني. كنت أبليفس، ما عارفة إنه الفونكسيونمون تبعي، إنه كيف طريقة حياتي الحلم والإيماجينيشن. أنا خلقت ببيت فراش اللي كان حلو كتير، كان كبير كتير، وكان عائلة يعني، كان في كل العائلة، بيت فراج وبيت شيحة وجوزيف شيحة، ونحن نهجها. ووقت نقلنا على الأنطاري رحنا على بيت غني خوغي اللي صفر قصر الجمهوري، وقوتي كانت عالية 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 ونصها مفتوحة وضيقة، ومليت كل الحيط وكل الأوضة رسمات ورسمات أشخاص. والأشخاص اللي رسمتهم كلهم كان عندهم أسامي ويتحدثوا بين بعضهم، وكان في كل شيء، كان في المستطيل والإزكيا والباند دي جينيري يعني، ما في شيء ما. وبعدين أنا وصغيرة يمكن عمرت بيوت كتير مع بيير خوري اللي توفى، الوزير السابق طبعا المرحوم بيير، وانا عمرنا ذات الشيء يعني 6 أشهر فرق، وربينا سوا من صغرتنا، ربينا سوا وحلمنا سوا والواننا. انا كنت احب الاحمر، هو كان يحب الليلكي يعني كثير.
وعمرنا بحرامات وبكراسي وبشراشف، يحطوا لنا كل شيء في عندهم بيت فؤاد الخوري، وكل ما بيتنا يصفي مليان كتير، وكل الوقت كان مليان كتير، بحس بيت سياسي وكان في ناس بالحمام تفركش بكل النواب وكل هذا، او بالحمام او على تختي، او يعني البيت كان مش مفتوح. بيت مفتوح وكل بيت عادي، وفي ايام يخطفوا حدا من قوت السفره او تطير بومبا عن بيت فراج، انا وصغيره ونوعه كل الزاز تبع البيت كان على فرشاتنا. مع هيدا كله كانت طفوله حلوه، يعني قاسيه من جهه ولذيذه من جهه ثانيه. تزوجتي من بول كالون وانت ابنه رئيس جمهوريه؟ نعم. كيف كانت مراسم الزواج؟ عظيم، كل الجيزة ضاينت 7 دقائق. يعني تجوزت بالبيت ومن طابق الفوقاني للطابق التحتاني، والبيت زينوه وكل شيء، وبعدين شتت نهار الجيزة ورحنا، كانوا تصالحوا كثير مع بول، يعني بول شي قالوا ايه أهلي كمان، مثل ما أمي ما عمرها حاسبت بيي، ما عمرهم رجعوا على يعني بالتكي اللي قالوا ايه بول صفى مثل ولد من العيلة. نعم، وما بقدر ما اقدر تصرف اهلي، تصرف اهلي. وبعدين وقت توفت امي ما كنت رحت مع الاولاد، كانوا ساكنين الاولاد بين الكاثوليك وبيروت. وقت توفت امي نقلت على الكاثوليك تماما مع الاولاد، وصفيت ما تركت بي ولا تكي، بس كل يوم كنت مع امي، روح بحس نتسلى معهم اكثر بكثير من نتسلى مع غيرهم. يعني كان it was a choice، كان اختيار، اختيار تمام، يعني ما حدا يفرض علينا. السنوات الاخيره من حياه الوالد والوالده امضيتيها الى جانبهم، يعني والدي توفت وانت كنت الى جانبها عم تعتني فيها؟ لا، النهار اللي توفت امي ما قدرت روح شوفها، كان عندي الاوريون، كيف تقول، بوك عيب. كلنا كنا بوك عيب، جوزي 3 اولاد وكل الناس بالبيت عندي ببيروت كنا ابوك عيب. كل يوم كنت عند امي الا هاليوم، وبحس كنا سخنا بذات الوقت، وحرارتي 40، وامي كانت كل ساعتين تلفنديتها تشوف كيفني، وانا مشغول بالي عليها، بحس كانت حالتها بتعرف على ما بعرف كم سنه، كل مره يدق التليفون خمن انه امي صار لها كريزة. سافرت معها، صار لها مرضت بالقلب. النهار اللي وقفوا بيي، وقت اخذوا بيي على شيان، نحن ما كنا عارفين وين اخذوه، أول كريزة بالقلب لأمي ليلتها، ما عمري بنسى، طلبت تشوف حكيم دكتور محفوظ، يعني ساكن 100 متر فوق رأسي، اللبناني اللي كان مع الجيش الفرنساوي جاوبها نو لي لين سون كوبي، اي ان توكا سي ان ليتي با جو مشارج دو لو فير، واخذ مقص، كنا واقفين. ما معناه الاتصالات مقطوعة؟ خطوط مقطوعة، وإذا مش مقطوعة رح أطلعنا. بعد ما طلبت الحكيم قطع المخابرة، يعني أمي مرضت هالنهار، وبعدين على 18 سنة قاومت بصحتها وبكل شيء. أولا أمي بي كان واعدها ما عمره يعمل سياسي، كان واعدها ووعد، وما كان بده يعمل سياسي، بحس كان واعد أمي. وقت انشغل بالباص طلب منه يصفي رئيس وزراء، أنا ما كنت خلقت بس بعرف، قال ما بقدر، لازم أطلب إذن لاغ. وماما كانت حلمها تعيش بين سويسرا وهون، بي كمحامي كان محامي يعني لامع، وحست إنه إذا بتقله، إذا بتعاكسه وبتقله لا ما بدي إياك تعمل سياسي، كل حياته رح بيكون مقهور انه لو ما خلته، معناتها
قالت ايه بس وقت ما قالت ايه ما عمرها رجعت قالت له كنت وعدني وغيرت سندته من اول تكي لاخر تكي يعني ما مع انه ما كانت يعني كانت تحب شراشه في المرتبه والبيت المنظم والاشياء الحلوه وبالانتخابات يرقصوا دبكي على السفره و يعني ما بقدر اقول لك شو الفوضى كانت كبيره يعني كثير تعذبت من هالناحيه امي ما عمرها تشكت ما عمرها قالت كانت تعمل يعني كثير كريزه قلب ثاني يوم تقوم وتقاوم وتعمل حياتها الطبيعيه. بخبرني الشيخ ميشيل خوري خيك انه باخر سنه من حياه الوالد الشيخ بشار الخوري رتلت فيروز عندكم بالبيت. نعم ايه شو بتتذكري عن هذا اليوم؟ كنت عندي اولادي وكل شيء كيف بتذكر كنا حفله بتجنن كانت بيي عم بيموت كان بفرشته غنت الغنيه اللي كان يحبها بيي اللي بتغنيها دائما جمعه الحزينه هو طلب منها شو بدها تغني بس كان في بس بيي عم بيموت بعده عايش بس عم بيموت سعيد عقل المرضى اللي كانت مع بيي اثنين مرضات وانا وطلع صوت فيروز بهالأوضة اللي تخت أمي كان فارغ وتخت بيي كان مليان من بيي عم بيموت وكان لذيذ بيي بحس واو هيك حبرناك شو بدك بعد يبقى الكلام نتوقف مرة تانية مع استراحة قصيرة ونعود من بعدها منتبه حديثنا تقدمية مشاكسة وصاحب الثورة يجد كلام هي ضيفة هذه الحلقة من وراء الوجوه مساء الخير مرة تانية يجد كلام ما رح أسألك ليش سلكتي طريق الرسم لكن هذه الثورة يلي موجودة بداخلك هل ولدت أفكار صامتة أم أفكار هائجة؟ بلوحاتي ما في أفكار في ألوان وفي ضربة فرشاية لكن هذه الألوان بس هو الألوان وضربة الفرشاية بيسدوا بوز الأفكار الأفكار ما تحكي في ضربة فرشاية ما في لزوم يحكي الواحد بحس عادة بيحكي أكثر من اللازم بكثير وأنا تعودت بحكي أكثر عن حالي عن غيري من عن غيري طيب رح صيغ السؤال بطريقة مختلفة من وين تخرج اللوحة؟ question mark ما بعرف بعرف انه يمكن كل مرة بدي اعبر على شيء بدل ما اعبر فيه بالكلام بعبر فيه بالفرشاية وباللون وصار شغلي في صمود كتير بالشغلة رح تشوفوا في كتير 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 صمود ومعناتها انه لازم يكون عم فكر مؤكد فكر كل واحد بده يغير الدنيا ما هيك بده يغير البشرية بس بيعرف انه ما رح بيقدر معناتها انه بده يضغط على حاله ويسكت كل غضبه بحس ما بيقدر وبحس ما بيقدر اذا بيكتفي انه يبسط او يخلي كم شخص حواليه يكونوا مبسوطين شوي أكثر من ما كانوا قبل ما يشوفوك أو ما يتعرفوا عليك بيكفي مهمتك بالحياة accomplished مش ما بتعوز أكثر من هيك وتسألتك من أين تأتي بالأفكار قلتي لي
question mark علامة استفهام ما بتعرف ما بعرف لا ما بعرف من كل شيء من اللي بتسمعه على التلفزيون اللي بتشوفه اللي بتسمعه بالطريق تعقيبا على جوابك هل فيك انت تحللي لوحاتك مش شغلتي من هو الحكم هل الفنان في يكون حكم على لوحاته حكم على ايدي مرات اللي بدي عبر عليه وقت اللوحة بتخلص بشوف انه مش اللي كنت متصورة عادة ما بتصور شيء وقت بدي بلش اشتغل ما عندي شيء بعيني او بمخيلتي بالاول من زمان كل مرة كان عندي نية اعمل شيء يطلع بالعكس يعني بتخونك ايدك اوقات مش ايدي مش ايدي اللي بتخونني افكارك مخيلتك لا يلي هي بتحرك هذه اليد لا لا يمكن جملة اشياء اللي وحده بتتشقع على الثانية من الجملة نهار مش منيح ما بتخلط الالوان منيح بدك تعمل شيء وبيطلع زفت وبتكب اللوحة وبترجع تعيدها 20 مرة معناتها انه يعني انت بتنقضي نفسك انت الحكم على لوحاتك بالاخير اذا بتكبي لوحة عملتيها ولقيتيها ما كانت صالحة او ما كانت بتعبر عن فكرتك ما كان ما حدا بيحكم غير حالي بس تعلمت انه روح على اللوحة بلا ما فكر شو رح بيجي عليها أول معرض أقمتيه كان بالعام 70 ببيروت وامتاز هذا المعرض بالجرأة والحرية في المجاهرة برسم أشكال مجردة ترجمها البعض على أنها أشكال إباحية شو بتتذكري عن أول معرض أقمتيه في بيروت؟ بدار الفن جنين ربيز ما كنت عارفة أنه حاضرة أعمل معرض كنت تلميذي بالجامعة الأمريكية وولادي كانوا يروحوا على المدرسة بكير وأنا أروح على الجامعة وبعد 4 سنين بالجامعة عملت معرض وكنت خايفة كتير وجانين غبيز طلبت مني أنه أعرض وتبع المدير تبع الأغ ديبارتمنت فريك وقت قلت له خايفة أعرض قال لي جات شو وردي يعني كنت حاضرة من وقت ما جيتي روحي وما تخافي وهيلين خال وجون كارسويل وكلهم كانوا كتير ساعدوني شجعوني وساعدوني وبعدين وصلنا عند بدار الفن وبيت قديم وجنين كانت صديقة عائلتي وبعرفها ومرة كنت حبها كتير بس شو بالأول 5 دقايق بعد ما جبت لوحاتي وكل شيء من الكاسليك تلفن لها لهيلين خال بقول لها هي شو جناشف جنين انا بعرفها بالحياه الاجتماعيه ما بعرفها مهنيا بدي ارجع لوحاتي على الكاسليك وهلا قالت لي طولي بالك جنين ما في احسن منها هيك بلشنا وبعدين بدنا نعلي اللوحات والسقف عالي كثير ما في سلم يطالون شو عملنا؟ طلبنا الإطفائية بس قلنا لهم إذا بدهم يجوا يساعدونا مش بحس في نار بس في تعليق عالي كتير وإجوا بكل لطف كل هالشباب مع سلمهم وعلقوا لنا المعرض السابور بومبي تبع بيروت وجنين كانت ممتازة كمان حس أنا وقتها كنت روح كل يوم على المخيمات شتيلة وصبرة وقلت لها لجنين بدي أعزم ما حدا كان يعزم المخيمات يجوا يشوفوا معرض ببيروت بسنة 68 و70 أوائل السبعينات أوائل السبعين سنة كنت تروحي كل يوم على المخيمات تعملي شو؟ أسست جمعية اسمها إنعاش المخيمات أنا ما كنت بدي الإنعاش بحس ما بحب إنه ما لازم ينعش المخيمات لازم يلغي المخيمات بس حاصلوا الجمعية اسمها وبعدها وهلأ راح بيعملوا معرض من كل التطرير الفلسطيني وهذا اللي عم بيعملوه لحد هلأ بمخيم
صابرة وشتيلة. ما زلت حتى اليوم مساهمة في هذه الجمعية؟ كيف مساهمة؟ عندي مخدات بتجننوا، وشافتهم المرة اللي مديرة الفوك اند كرافت ميوزيوم بلوس أنجلوس، قالت لي they are beautiful، قلت لها they are so and so and so، خبرتها. وهلا بالصيفية رح بيعملوا معرض طويل عريض من المخدات الفلسطينية وكل التطريز، الأعمال الحرفية طبعا، كل شيء واليدوية بلوس أنجلوس باللقمة، يعني معرض مهم تمام. وهذا الصدفة اللي عملته، يعني الانطلاقة كان طبعا عند جانين ربيز بدار الفن، جانين ربيز عرابة الفن التشكيلي في لبنان، واليوم أنت تعيدين عند بنتها الكرة، عند بنتها نادين بقداش بجاليري جانين ربيز، وأيضا في باريس عند سامي كنج. نعم. هذا المعرض الجديد اليوم بماذا يمتاز وبماذا يتميز عن معارضك السابقة؟ مش شغلتي لك، ما أنت الحكم. لا أنتوا الحكم. أنا الفاعلة، أنا بعمل الشغل. فتحتي مطعم شي تومبوريل؟ أها نعم. في الستينيات؟ نعم. في بيروت وفي اليرزي. وقتها هذا المطعم أصبح حديث الناس، قالوا بنت رئيس الجمهورية، بنت الشيخ بشارة فتحت مطعم. حتى عائلتي كله إلا أهلي، أمي وبيي أبداً سندوني تماماً. رح هذه الإمرأة فقدت صوابها وجنت. مين؟ هيك قالوا. قالوا جنت بحس غيرت شكل ثيابي، قالوا جنت جايين على الثياب. لا بس المطعم ما قالوا جنت مظبوط، لا قالوا مش ممكن تعملي هيك بعائلتي خالاتي وعمي. بالنهاية قلت لهم بالمشبرح، قلت لهم المطعم عاوزين نعيش، المطعم عم بيعطينا كذا كل يوم، مستعدين انتو تعطوني اياهم؟ تعطوني اياهم. سكتهم تمام، خلصوا انه حق معه. بس المطعم ببيروت كان شيء لذيذ، بحس فتحنا مطعم 6 أولاد. اول ما كان ناوي بول، ولا بول كان مدير بريجيدي تبعه، راح على باريس وكان عنده مزرعة دجاج، ووصى على شويات للدجاج، وبظرف الجمعة بيروت ريحتها كلها كان دجاج مشوي. تلفنت له على باريس، قلت له بول شوف شوي دجاج. نسي تمام، مش معقول ما عملنا مشينا الشواية. قلت له لازم نفتح مطعم. قال لي أنا ما بقدر أفتح مطعم. قلت له ما تهتم، أنا رح بفتحه. قال لي كيف بدنا رخصة، بدنا إجازة، بدنا هيدا. قلت له ما تهتم. جات كلام. أول دراما بحياتك الزوجية كان عن تغييرك اللوك. انتقلتي من إنسانة تهتم بشكل الخارجي إلى إنسانة ترتدي العباءة البيضاء. رح بقول لك، على سنين وأيام كنت ألبس ثياب مخيطة ومخيطة أوت كوتور، خياطة رفيعة. أولاً جسمي ما بيتحمل البري أبورتي، خلقت بجسم صيبة. كان بدي كل حياتي أتعامل مع جسم ما بحبه، بس خدمني منيح. وكان يعني شو بده يطلب من جسم الواحد إلا إنه تستخدمه بطريقة مفيدة. من أي ناحية؟ بكل الناحيات، ما في ناحية ما بتقدر تستخدم حالك وعقلك وجسمك. بس زهقت كل مرة سافر مع أمي الشنط، وبعدين القياسات، والقياسات ثياب على جسم أنت ما بتحبه، شيء مؤلم تمام. سنة بتقصره، سنة بتطوله، سنة بتوسعه، بتضيقه، يعني كان كل الوقت عذاب. وقت قدرت، يعني لو عاشوا أهلي يمكن 20 سنة ما كنت غيرت شيء بحياتي، بحس ما كان بدي ما كان بدي أخلق مشاكل. بس النهار اللي غيرت حياتي، يعني بعد ما غمضت عيون بيي، قلت أنا حياتي صارت إلي، وكنت حبهم لأهلي، وبرهنت محبتي، وما بعوز أحكي فيها حتى. بس كمان
بحيث حبيتهم هيك. كان حلي يعيش الحياة اللي أنا كنت ناوي أعيشها، وبلشت بلا يعني ما نطرت. جمعة بعد ما توفى بي رسمت لوحة مترين على متر و40 يحابي لوس أنجلوس مخزة بس يحمى وجودي، وغيرت تيابي. أول شيء اللي عملته فضيت كل تياب، كل الخزانات، كل الخزانات من التياب. كان عندي كل التياب من الخزانات، وكان عندي فستانين كريستيان ديور عملتهم مشان دفن بيي، عطيتهم كل شيء عطيت. وبلشت أظهر بعبيات بالأول من الأرتيزانة، وبعدين أنا عملتهم وسكرتهم تقدر أشتغل بحيث كانوا يفتحوا. فجبت خياط، هلأ خياط الأرتيزان بلش، كان عمره 15 سنة. جيبه لفريم، قال له فريم هون تدرز لي هيدا، وما بعرف تخيط. كنا تخنقنا كتير على حجة التياب مع جوزي، بحيث سمع بالطريق جنة جنة تشوفه جنة بنت الشيخ بشارة. ايه بول ما ابدا ما حملوا راسه، ما هانت عليه ابدا. كيف حصلوا ما طلقنا. وعلى بعد كم سنة كنت بدي روح على باريس، كنت صممت نيتي انه روح على باريس، وعم ضب شغلتي. بول طلع فيه وقال لي شو عم تعملي؟ لا، قال لي تبع لي ابيك سي باتمون، ما كان عندي غيرهم. طلعت فيه قلت له تو فيك جاي سون، ما كان عندي غيرهم. يروح بلا تياب. وبعدين ما بعرف كيف طلع من تمي انه تو فيغا ان جور ان كوتوريي فيغا مي روب، ان غران كوتوريي فيغا مي روب. قلت رح تشوف انه نهار من الايام هنالك مصمم ازياء كبير نعم رح يقتني تصميمي. بس ما قلت من تمي، ماني مقتنعه ولا شيء. بس رحت بتيابي، وبعد كم سنه بباريس كنت لابسه ذات التياب اللي قالوا انه جنيت، انه جنت الشيخ بشارة، وانه بول كتير اخذ على خاطره كيف يقولوا هيك عن ام ولاده ومرته. كم سنه بعدين كاردان شافني وقال لي جيم سو كو فو بورتي، قلت له موا اوسي. وصفيت عم بعمل كوليكسيون 140 فستان عند بيير كاردان اللي ورجاهم بالاسباس كاردان. واطلقتي على هذه المجموعه اسم نور. نور نعم. ايضا سنة 70 قررتي الرحيل، فاعلمتي زوجك بول على نيتك بالرحيل قبل 5 ايام من ذهابك. انتقلتي الى باريس، من باريس الى نيويورك، من نيويورك الى باريس، ومن باريس الى كاليفورنيا. هذه الفترة الاساسية من حياتك بنحكي عنها بعد هذه الاستراحة الاخيرة. خليكم معنا اصدقائي المشاهدين. الحديث معه هو متعة، وهي تتقن لغة الكلام ولغة الرواية. هي إيجاد كلام ضيفة هذه الحلقة من وراء الوجوه. كيفنا؟ بعدنا. من نيويورك إلى باريس، من باريس إلى كاليفورنيا على ضفاف المحيط الهادئ. اليوم كاليفورنيا وحياتك في هذه المدينة، كيف تختصريها؟ باختصار إنه كاليفورنيا أذنت لي هيك إنه عمر بيتي على شقفة أرض ما عمرها كانت معمرة. وبحب حياتي هونيك، بحس منا معجوقة كتير. عندي بيتي والمشغلة بجنن والنور بجنن، وفي عندي أصحاب. أولادي كلهم كانوا هونيك رايحين جايين، يعني ما انقطعت. وما بعرف اخترت كاليفورنيا، بحس بيير قال لي ليه ما تروحي تشوفي كاليفورنيا، بس ما عمره كان مفكر. بيير هو ابنك بين قوسين، وهو كان احد ضيوف هذا البرنامج منذ ما يقارب السنتين. نعم شفته
عجبك؟ عجبني كثير نعم. بس على كلمة يعني قال لي لازم يمكن تروحي تشوفي كاليفورنيا. أنا كان فكري أروح على نيويورك، وقال لي ليه ما تجربي كاليفورنيا؟ بس كاليفورنيا ما تصورتك إنه على كلمة رح تسكر الأتولي تبعي هون وضب كل شيء وروح. وكان بعيد كتير ترجع. شفت وقت بيوصل الواحد على آخر الدنيا ما بقى بيرجع لورا. مشان هيك زرعت حالي بكاليفورنيا. بيتك بكاليفورنيا بدون أبواب، هل بتشوفي إنه حياتك أيضا هي كتاب مفتوح؟ نعم بعتقد ما في شيء غامض يعني. ما في شيء مخفي. هل لديك عقدة ذنب تجاه عمل ما أنت فيه بحياتك أم خطأ ارتكبتيه؟ ما عندي ذنب أبدا. جربت كون مرتاحة بحياتي وما ارتكب غلط يكون وزنه على كتافي. معناتها كل يوم في حدا بيستغني عن غلط. بس جربت غسل الغلط بالنهار ذاته أو بالجمعة ذاتها. ما في عيش بذنب، ما في فكر إنه إذا أنا غلطت بتواخذ بكل سهولة بس بأسرع وقت ممكن. يعني ما بخلي الليلة تمره قبل ما أتواخذ ورجع الأشياء أو فسر. وإذا حدا دقرني أو شيء ما بخلي، ما ببلعه، بخلي كأن عم بغسل كل الوقت. هل أخطأتي بحق نفسك؟ لا، ليش؟ خطأ بحق نفسي؟ ما بعتقد. في أقل من 3 سنوات أنجبت 3 أولاد، بريجيت، بيير، وفيليب. على شو ربيتي أولادك؟ يعني قبل شوي طرحت السؤال على بريجيت الموجودة معنا الليلة وراء الكاميرا، قالت لي على الحرية. نعم بعتقد على الحرية، على الحرية. وعلى يمكن هلأ اليوم يتذكروا حرية، بس وقت كانوا صغار أنا مني هينة، معناتها ما مرق لهم شيء. وبعدين قد ما كنت وراهم مشان اشياء ما لها طعمة، يعني غسل الأسنان كون عملوا هيك وعملوا هيك زهقت من حالي. قلت أولا علاقتي معهم لازم تكون على مستوى غير غسل سنانك وغسلت وروح نام وما بعرف شو. مهم هيدا بس في أهم. وبعدين فكرت إنه يمكن بدي ولادي يتذكروني بغير طريقة. ما بهتم برأي حدا قد ما بهتم برأي ولادي. معناتها وقت إن ولادي بيعطوني الأوكي على شيء بحس حالي مرتاحة. بيجوا قبل كل الناس برأيهم ما بيهمني نظر غيرهم. نظرهم أول، نظرتهم علي أول شيء بحياتي، وبعدين المجتمع بيجي بعدين. هن الأساس. وبعتقد إنه هن بيقدروا يكونوا كتير قاسيين بنظرهم وبتحليلهم وبكل شيء. إذا أنا باخد رضاهم بكون ممنونة. هن بدون رضاكي أنت؟ ما بعرف. لا أنا بعتقد أنا بدي رضاهم أكتر من ما هن بدون رضاي. يجد كلام. هل تخشين عقارب الساعة؟ هل بتخافي من الوقت؟ كتبت عن الوقت مشان المعرض. رح بقول لك بخاف من الوقت، ما بحس بالوقت. محظوظة إنه بحس الوقت مثل الصحراء، ما في طلعات ونزلات وإشياء هيك. وما بعيش بساعة، ما بحط ساعة. معناتها الأيام تمضى وبيجرى أشياء كثيرة بهالوقت. بعرف شو جرى بس ما بعرف إمتى. ما بعرف، بعرف الأشياء الأساسية بس ما بعرف شو إجا قبل. مش مهم، مهم اللي صار، كيف صار وين صار. تنوي. من شو بتخافي؟ من كل شيء.
من كل شيء. أنا مش بخاف، مرعوبة جداً، ما بيبين علي كل الوقت رعبة، بس اللي بيعرفوني منيح بيعرفوا قديش أدنى شيء بيرعبني. من هو عدوك الأشرس؟ ما في عدو، في وقت بيمضى، في أشياء عملت، في ما بحب أرجع على الماضي. الليلة عم تحشرني موقفي وعم برجع على الماضي، وساعدتك خبرتك أشياء كتير، بس اللي مضى مضى، وما بحس إنه الوقت عدو. منيح اللي كل شيء له نهاية، كل شيء له نهاية. الحياة معقد، كل يوم بفكر حالي رح بموت الليلة. ويمكن علاقتي مع الناس كتير مأثرة بالموت، بحس بدي كل شخص أنا شوفه أو هو يشوفني أو هي تشوفني كأن أول مرة وآخر مرة، وما بدي حدا يتذكرني لآخر مرة، مش بطريقة لطيفة، ومش بيجبرني فكرة الموت، بتجبرني كون أليق بكتير من ما لو ما بفكر بالموت. لو ما بفكر بالموت بطريقة دايمة ما بعرف شو كان طلع مني. هلا حدود الموت كتير مفيد، بحس بتنظم حياتك كأن رح بتموت الليلة، وأحسن هيك. وقت ما بتموت بتنبسط تكون حي. أنا كل يوم بنبسط أوعى، كل يوم بنبسط إنه قدر نام. وقت بوعى مضايقة من شي كأني عم بعمل ريبيتيسيون جنرال للموت، بقعد على فرشتي كأني ميتة، وبقول يمكن هيك إذا بيلاقوني. وقت بسبح كل يوم، وكل يوم بيقول يمكن يلاقوني بالبيسين، أو بقبل ما جاي عبالي موت. ما حدا جاي عبالي موت، خصوصا وقت بصحته ومنه معذب ومنه، بس انه بلاني ما في مهرب كيف بيقدر ما يقبل الموت. يوجد الخوري كالون، ابنة الرئيس بشارة الخوري وابنة لور شيحة، اخت الشيخ خديل الخوري الوزير والنائب السابق، اخت ميشيل خوري حاكم مصرف لبنان السابق، نسيبة ميشيل شيحة، نسيبة جورج نقاش، زوجة بول كالون، اخت فلان وبنت فلان وام فلان. انت مين؟ حالي انا. بعتقد كل شيء اللي قلته بتحمل وزنه وبقدر وزنه. وزنه تقيل تمام، بس انا قد الحمل، ما في شك. قد الحمل جسديا، وان شاء الله انه يكون قد الحمل كمان معنويا. قلتي لي قبل شوي انه الحكم الاساسي بحياتك هن ابنائك. نعم. الجمهور اليوم تابعك واكتشفك او عاد واكتشفك من جديد، هذا الحكم، هذا الجمهور الحكم، شو بتحبي يكون فكرة بنهاية هذا اللقاء عن إيجاد كالون ابنة 75 عاما؟ إنه الأمل موجود، إنه بتمنى لهم يقدروا الحياة ويقدروا قيمة الناس ويقدروا قيمة الغير. وأنا بعتقد إنه إذا كل واحد بيفكر بس مش بالسياسة، مش بالدين، مش بحياة شيء، يفكر بحقوق الإنسان، بيقدر يبعد كل السياسة على التقاعد. كل الرجال السياسي والنسوان السياسي كلهم بيقدروا يتقاعدوا، مش خسارة لحدا. وإذا بس التربية تقدر تأسس التربية على حقوق الناس وما ينظلم حدا، وبعدين الباقي يكون شغل وبزنس وقد ما بدهم، بس ما في لزوم اكثر من هيك. قلت كلام، انا استمتعت
جدا بهذا اللقاء والحوار. ما في شك انه ايضا المشاهدين تبعوك بشغف وبمحبه. بدي اطلب منك انك توقع هذا اللقاء على طريقه يوغيت كلام. شو بتقولي؟ بختمه على القفا بمضي يوغيت كلام 2006 فقط. بشكرك. تصبحوا على خير. Thank you.